9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية أمس. وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، نعت مصر الزعيم الفقيد والرجل العظيم الذي كان داعما لأمته العربية والإسلامية وحريصا على شؤونها وحكيما في قيادته، فقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده والأمتين العربية والإسلامية. هذا وأعلنت مصر الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد. أدى المصلون من أسرة الصباح صلاة الجنازة على الأمير الراحل الشيخ نواف الجابر الصباح. يتقدمهم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق. وتمت صلاة الجنازة بحضور لفيف من أسرة آل صباح ورجال الدولة بالكويت. كما تم نقل كثمان الفقيد للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من داخل المسجد في موكب مهيب. هذا وقد شيعت جنازة الأمير الكويت الراحل من مسجد بلال بن رباح إلى مثواه الأخير. لأنك تحمل الحب وتحمل الخير وتحمل العطف والخوف على هذا الوطن، وتحمل النصح الكبير لإنسان هذا الوطن. حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي الساعة 2 من ظهر غدا الاثنين موعدا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية خلال مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر. وذكرت الهيئة في بيان لها أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، وذلك خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيين اثنين من تول كرم بالضفة الغربية المحتلة استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، وتوفي ثالث من جنين متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل أيام قليلة. وكانت الوزارة قد أعلنت ارتفاع عدد الشهداء في كل من قطاع غزة والضفة إلى أكثر من 19,000 شهيد وإصابة نحو 55,000 آخرين، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف استهدف منزلا داخل حي الجنينة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طواقم الدفاع المدني انتشلت عددا من الشهداء ومصابين من تحت ركام أو ركام منزل عائلة أبو عنزة جنوب رفح. كما جددت مدفعية الاحتلال قصفها عدة محاور شرق ووسط خان يونس. وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى استشهاد 4 من طواقمها في استهداف للاحتلال بقطاع غزة. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مقتل أحد موظفيها متأثرا بجراحه خلال قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة. وقال نائب المتحدث باسم رئاسة أو باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن الموظف كان يلجأ في منزل أحد زملائه في القنصلية العامة لفرنسا، وذلك مع زميلين آخرين والعديد من أفراد أسرهم، لافتا إلى أن المنزل تعرض لقصف إسرائيلي وأسفر عن إصابة الموظف الفرنسي بجروح خطيرة ومقتل عشرات الضحايا. قالت منظمة الصحة العالمية أنها شاركت في مهمة مشتركة للأمم المتحدة لتسليم إمدادات صحية إلى مستشفى الشفاء في غزة وتقييم الوضع هناك. وأضافت المنظمة أن الفريق قام بتسليم أدوية ومعدات جراحية وأدوات جراحة العظام ومواد التخدير وعقاقير إلى المستشفى الذي يعمل حاليا بالحد الأدنى من الطاقة التشغيلية.
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيمارس ضغوطا من أجل إجراء إصلاحات عالمية لنظام اللجوء، محذرا من أن أنحاء من أوروبا قد أصبح أو قد تصبح غير قادرة على استيعاب تزايد أعداد اللاجئين. ووجه سوناك في خطاب ألقاه في إيطاليا انتقادات لنظام اللجوء العالمي، مضيفا أن ما وصفهم بالأعداء يتعمدون دفع الناس إلى شواطئ أوروبا لمحاولة زعزعة استقرار المجتمعات. وأضاف سوناك أنه إذا لم تعالج هذه المشكلة فإن الأعداد سوف تتزايد. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.